بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، كم من الزمن يمر على الميت إلى يوم القيامة؟ هذه القضية أسيء فهمها باستمرار، ومن الناس من لم يستوعب أن هناك قوانين تختلف عن قوانين الدنيا. هذه القوانين خاصة بما يسمى عالم البرزخ. البرزخ أيها الأحبة هو الحاجز الذي يفصلك عن العالم ما بعد الموت. نحن الآن نعيش في هذا الكون، هناك قوانين للزمان والمكان، فأنت لا تستطيع أن تؤخر الزمان ولا تستطيع أن تعود للوراء، كما أنك لا تستطيع أن تسرع هذا الزمن مثلا، ولا تستطيع أن تقفز إلى المستقبل. أنت تخضع لزمن محدد وفق قوانين الكون التي نعرفها. جسدك هذا، يجب أن تنتبه إلى هذه القضية أخي الحبيب، هذا الجسد المؤلف من 100 تريليون خلية، هذا سيبقى في الدنيا يخضع لقوانين الدنيا. بمجرد أن خرجت النفس والروح، الروح هي التي تشغل هذا الجسد، خرجت هذا الجسد يخضع لقوانين الدنيا. ما هي القوانين؟ تبدأ الديدان بأكل هذا الجسد، وتبدأ العظام بالتفتت، ويتحول عبر آلاف أو ملايين السنين إلى تراب، يصبح الكائنات تصبح متحجرات. إذن هذا القانون ينطبق عليك في الدنيا. طيب، النفس التي تحملها أنت هي التي ستدخل في عالم البرزخ. نفسك هي التي يتوفاها الله من خلال ملك الموت، يتوفى أي أن يقبض هذه النفس، تخرج، والروح طبعا تخرج، الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. هذه النفس تخرج وتدخل في، تعبر البرزخ، منطقة البرزخ. تخيل معي أن هناك برزخ هكذا، هنا الدنيا بقوانينها، وهنا عالم أوسع وأكبر وقوانين مختلفة، حيث يتوقف فيه الزمن. ومن الناحية العلمية هناك إمكانية لتوقف الزمن، مع العلم أنه لم يجرب أحد أن يوقف الزمن، ولكن هذا ضمن المنطق العلمي كما تقترح النظرية النسبية. هذه النفس أخي الحبيب هي التي يجب أن نتحدث عنها بعد الموت. لا يجب أن تتحدث عن جسد يبقى ضمن قوانين الدنيا ويتحول إلى تراب. أنت لن تفهم ماذا يحدث إلا إذا فهمت أن هناك قوانين في الدنيا نخضع لها ويبقى جسدنا فيها، وهذه النفس والروح طبعا تغادران هذه القوانين وهذه الدنيا وتدخلان في عالم ما وراء البرزخ. هذا العالم له قوانين مختلفة. العذاب أو النعيم ليس بالزمن، إنما العذاب بكمية العذاب. كم هي الكمية؟ يعني أنا لا تحدثني عن شخص مات قبل 1,000,000 سنة أو قبل 100 سنة أو قبل 1,000 سنة أو إنسان سيموت بعد 1,000 سنة، لا، حدثني عن حجم العذاب الذي تلقاه في عالم البرزخ إذا كان من الكافرين. لذلك فرعون ماذا قال الله في حقه؟ قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لماذا قال غدوا وعشيا؟ مع العلم أنني أعتقد أنه في عالم البرزخ لا يوجد زمن ولا يوجد غدو وعشي. يريد أن يقول لك القرآن بمقاييسك الدنيوية، إذا أردت أن تقيس حجم العذاب، ف
ففي الصباح والمساء يعرضون على النار، وهذا من أسوأ أنواع العذاب. بعضهم أنكر عذاب القبر بحجة أن العرض على النار ليست عذابا. كيف أن العرض على النار ليست عذابا؟ والله تعالى يقول: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها. كيف ذلك؟ الله هو الذي يقول لك وحاق، أحاط يعني، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها. إذن العرض على النار هو من أسوأ أنواع العذاب. كيف تقول لا يوجد عذاب في القبر؟ طبعا عذاب بعد الموت يعني بشكل عام. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ماذا؟ أشد العذاب. إذن أشد العذاب هناك في الآخرة والعياذ بالله في النار، أما في عالم البرزخ سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها. لاحظتم أيها الأحبة؟ إذن إنسان مات من 1,000,000 سنة، من 100 سنة، من 1,000 سنة، من 3,000 سنة، مهما كان، يمكن خلال ثانية بالنسبة لنا نحن أن يتلقى كمية من العذاب والألم تقابل 1,000,000,000 سنة. هذا الأمر ليس لأن هناك قوانين في عالم البرزخ تختلف عن قوانيننا أيها الأحبة، مثل قوانين النظرية النسبية. أنا سأقرب لكم المثال، يعني لا أحد يستطيع أن يتخيل في النسبية أن يتوقف الزمن. كيف يتوقف الزمن؟ ولكن هذا موجود في النظرية النسبية. كيف يمكن أن تقفز إلى الماضي وترى الماضي؟ هذا موجود في النظرية النسبية. طب كيف يمكن أن تسير بسرعة الضوء؟ أيضا هذا موجود. إذن نحن، وهناك نظريات أخرى أيضا، نظرية الثقوب الدودية التي تقول بأنك تستطيع أن تخترق الكون من حافته إلى حافته خلال جزء من ثانية. طبعا كل هذا نظري، ولكن ممكن، يعني علميا ممكن. إذن أخي الحبيب، القضية ليست قضية زمن. الزمن الذي يمر على الميت في عالم البرزخ حتى يوم القيامة، هذا السؤال بهذه الصيغة غير دقيق. يجب أن تسأل هكذا، تقول: كم هو النعيم الذي سيتلقاه هذا الإنسان في عالم البرزخ إلى يوم القيامة؟ أو كم هو حجم العذاب، سوء العذاب الذي سيتلقاه إلى يوم القيامة؟ هذا هو السؤال. ثم نحن لا نعلم متى تقوم الساعة، ربما الله عز وجل يقيم الساعة بعد 1,000,000,000 سنة، نحن لا ندري. عمرنا على الأرض، عمر الإنسان على الأرض كما في بعض الدراسات بحدود 200,000 سنة فقط، وهذا العمر قياسا لعمر الكون 13.8 مليار سنة، 200,000 يعتبر يعني ولا شيء. وبالتالي الإنسان مضى على وجوده على الأرض زمن قصير جدا مقارنة بعمر الكون. وبالتالي نحن لا نعلم كم سنبقى في عالم البرزخ ومتى ستقوم الساعة، ولكن أنا الذي يجب أن أعلمه: هل أنا سأعذب أم سأنعم؟ يعني القضية ليست قضية زمن، لأن الإنسان أخي الحبيب وهو نائم ويرى حلم. العلماء أثبتوا في تجارب عديدة أنك قد ترى حلم تتعذب به أو تتعذب فيه، أو أحد يلاحقك، أحد يطاردك، أحد يريد أن يقضي عليك إلى آخره، وتظن أن هذا الحلم استغرق ساعات أو أيام. عندما قاس العلماء ترددات الدماغ وجدوا أنه استغرق جزء من ثانية. إذن المقاييس التي تتعامل بها النفس البشرية تختلف عن القوانين الكونية التي نعرفها أو القوانين الفيزيائية. هناك قوانين أخرى للنفس. العلماء حتى الآن لم يعترفوا بالنفس
ولم يعترفوا بالروح، لذلك هم ينكرون كل شيء. الذي يجب أن نعتقد به أخي الحبيب أن هناك في عالم البرزخ بعد الموت هناك حالتين، عذاب ونعيم. حالة النعيم يصفها لنا القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف لا حزن، حالة فرح. هذه الحالة التي نسعى إليها. كل إنسان ينفق حياته في سبيل الله سيلقى هذا المصير، مصير أنه حي عند الله، مع العلم أن الجسد مات ونراه مات أمامنا وتفتت وتحول إلى تراب، ولكن القضية قضية النفس. فرح، حياة سعيدة في عالم البرزخ، استبشار، لا خوف لا حزن، ورزق من الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله عند ربهم يرزقون، النعيم والفاكهة وكل ما تشتهي نفسك. في المقابل هناك حالة ثانية خطيرة جدا، هي العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها. هذه النفس ستعرض أمام النار وتعذب بهذا المشهد. تخيل أنك كل يوم في الصباح والمساء حسب مقاييسنا في الدنيا، يعني لكي نتخيل، ترى مقعدك من النار وتهدد بأنك ستدخل النار يوم القيامة. ستكون في حالة رعب وخوف وترقب وندم وألم، ولكنك محبوس في هذه النفس لا تستطيع أن تفعل أي شيء. لذلك بمجرد أن يبعث هذا الكافر، ما هي أول كلمة يقولها؟ بسبب ما رآه في من عذاب وعرض على النار: يا ويلنا. هو نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، القبور يعني، إلى ربهم ينسلون، يخرجون. أول كلمة يقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ لم يقل من رقادنا، لأنه لم يكن راقدا، هو مرقد، هو المكان الذي كان يعيش فيه. من بعثنا من مرقدنا؟ لأن حديثهم هنا أخي الحبيب عن الأجساد، الأجساد هي التي تبعث وتخلق من جديد وتركب فيها النفس والروح. وبالتالي مباشرة يقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هم على الرغم من العذاب والألم وأنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، والذل والضرب وتضربهم الملائكة وكل شيء، إلا أنهم يعني يخافون من عذاب النار، لأن العذاب النار بالجسد والنفس، بينما العرض على النار بالنفس فقط، الجسد هذا كما نراه يتفتت. يعني كأنك، ولله المثل الأعلى، تشبيه بسيط، أنت ترى في المنام أن أحد يريد أن يؤذيك، وتدخل في منامات كثيرة طول الليل وتهرب منه ويلاحقك وكذا وكذا، ويقول لك: أنا سآتي لك بعد أن تستيقظ. وأنت تتعذب وتتألم، وفجأة تستيقظ فعلا فتراه أمامك. يا ويلنا، ترى ما كنت تحذره. يعني هذه الآية التي يستشهد بها هؤلاء أنه لا يوجد عذاب قبر هي دليل على عذاب القبر. لماذا يقولون يا ويلنا إذا كانوا راقدين ومطمئنين، ولا حساب قبل ولا عذاب قبل الحساب، وليس هناك أي شيء، مجرد فراغ. هو لم يقف أمام الله، ولم تعرض الصحف، ولم يحاسب، ولم
لماذا يقولون يا ويلنا؟ إذن هو رأى كوارث وخضع لعذاب شديد، نفسه تعذبت كثيرا، سوء العذاب، النار يعرضون عليها. إذن سيصبح هذا المشهد حقيقيا الآن، ويوم يعرض أعداء الله على النار، هذا مشهد حقيقي، ويوم يعرض أعداء الله على النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها. بالله عليك تخيل هذا المشهد أخي الحبيب، يا من تعصي الله، يا من تأكل الحرام ولا تبالي، يا من تغش وتخدع وتكذب وتعق والديك وتؤذي جارك ولا تصبر على أذى الآخرين، هذا هو المصير للأسف الذي ينتظرك. ويوم يعرض أعداء الله على النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، هذا الجلد ينطق بما كانوا يعملون في هذا الموقف. يعني الذي يجعل هذا الكافر محتارا ليس هو السمع والبصر، لأن العين تبصر، يمكن أن تنطق وتقول يا رب أنا أبصرت كذا، يعني منطق، الأذن تسمع تقول يا رب أنا سمعت كذا، سمعته يقول كذا وكذا. طيب الجلد، نحن لم نتعود أن الجلد ينطق وكأن الجلد لا دور له، لا، الجلد له ذاكرة أخي الحبيب. لذلك شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، هنا الكافر لا يخاطب سمعه ولا بصره، يخاطب جلده، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ تخيل أنك عندما ترتكب محرما بيديك أو تلمس ما حرم الله، هذا الجلد سيشهد عليك. عندما تأخذ مالا بسبب أنك تخدع إنسانا، تبيعه شيئا وتعطيه مواصفات مختلفة لتقبض ثمنا أعلى، عندما تأخذ هذا المال هذا الجلد سيشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن أخي الحبيب، هنا ملخص هذا اللقاء، عالم البرزخ له قوانين مختلفة تماما، ليس لها علاقة بعالمنا هذا. المليار سنة قد يكون مدته ثانية في عالم البرزخ، نحن لا نعلم ولا نستطيع أن نفكر، ولكن نحن نحلل فقط. في عالم البرزخ هذه القوانين التي تعمل مختلفة عن قوانين الدنيا، هناك حالتين، إما عذاب، عرض على النار وعذاب، وإما نعيم ورزق واستبشار. فإذا منذ هذه اللحظة يعني تهيأ لهذا النعيم، تهيأ لذلك اليوم حيث لا خوف ولا حزن، هيئ نفسك نفسيا، يعني هيئ نفسك، قل أنا متى ستتنزل علي الملائكة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذن استقم على منهج الله، طبق ما أمرك الله به. متى ستتنزل الملائكة؟ أنا الآن استقمت إن شاء الله، طبعا كلنا مخطئون ولكن يحاول الإنسان، وطبقت منهج الله وأحسنت للناس وصبرت على أذى الآخرين وتدبرت القرآن وبلغت الدعوة للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وحاولت قدر المستطاع أن أرضي الله تعالى، أنا الآن أنتظر متى ستتنزل علي الملائكة. هؤلاء الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا، لحظة الموت ستقضي على كل المخاوف. أنا أنتظر هذه اللحظة بالفعل لأتخلص من كل المخاوف التي أعيشها، أتخلص من كل الأحزان التي أعاني منها، الخوف من المستقبل، الحزن على ما مضى، الخوف من المرض، الألم، ستتخلص من الآلام، ستتخلص من حاجتك لفلان وفلان، ستتخلص من أذى الآخرين، ستتخلص من كل الهموم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها، في هذه الآخرة، والإنسان تقوم قيامته بعد الموت مباشرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بالله عليكم، هل يوجد أجمل من هذا الكلام؟ هل يوجد أجمل من هذا المصير؟ إذا لماذا تنكر عذاب القبر أخي الحبيب؟ ما الذي، طيب أنت لن تعذب إن شاء الله، لماذا تنكر شيء أنت أصلا لن تتعرض له وتحمل نفسك مسؤولية أنت لن تستفيد شيئا منه؟ يعني ها، يعني منطق علمي، أنا أتحدث بمنطق علمي. أنا أمامي منظر جميل فيه شجر وماء ونعيم وجنة تنتظرني، ما علاقتي بالنار وعذاب القبر؟ ماذا يهمني هذا؟ أنا أتجنب هذا المصير وأعمل للمصير الذي ينتظر من استقام على منهج الله. إذا لماذا أنكر؟ ما الذي سأستفيده إذا قلت لا يوجد عذاب قبر؟ الآن أنا إذا قلت لا يوجد عذاب قبر ماذا سأستفيد؟ ماذا يهمني ذلك؟ يعني هل أريد أن أعفي المجرمين من العذاب؟ الذين يقتلون الناس ظلما، الذين يأكلون أموال الناس في الباطل، هؤلاء الذين ينشرون الإلحاد وينشرون الشذوذ، هؤلاء تريد أن يدخلهم الله جنات النعيم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني أنا لا أدري، عندما ينكر أحدهم عذاب القبر ما هو المبرر العلمي؟ يعني أنت من تريد أن تعفي من هذا العذاب؟ عذاب القبر هو لفرعون وهامان وللمجرمين ولأبو لهب ولمن آذوك في الدنيا، لمن ينشرون الآن الفساد في الأرض، لمن يحرضون على قتل الناس، هؤلاء الذين سيتعرضون لعذاب القبر، أنت تريد أن تدافع عنهم مثلا؟ فإذا أخي الحبيب، اعمل للمصير المشرق لجنة عرضها السماوات والأرض، لا تهتم كم من الزمن سيمر، لا تهتم هل هناك عذاب قبر أم ليس هناك، ركز اهتمامك في شيء واحد فقط، وهو كيف ستحصل على هذا النعيم. أحدنا الآن لكي يشتري شقة 100 متر أحيانا يعمل سنوات طويلة من أجل ذلك وهي فانية. اعمل، ابذل جهدا لتعمل على شراء جنة عرضها السماوات والأرض. والقضية بسيطة أخي الحبيب، والله ليست أبسط ما يمكن، فقط سلم أمرك لله، توكل على الله، ابحث ما الذي يرضي هذا الإله العظيم، أنا سأفعله. الله يحب العفو، أنا أعفو عن الناس، يحب التسامح، سأتسامح، يحب الصبر، أنا سأصبر، يحب الإحسان، والله يحب المحسنين، نعم أنا سأحسن للآخرين. الله يكره التكبر، لا أنا سأتواضع. الله يكره الظلم، أنا لن أظلم. إذن قضية بسيطة، ما الذي ستحت، يعني أنا مثلا أمامكم نموذج حي سأطبق على نفسي، أنا ما الذي أفعله؟
أنا استفدت من تعاليم الإسلام كثيرا في حياتي. الوضوء، الطهارة شيء جيد جدا، شيء رائع. عدم الزنا وعدم الارتكاب الفواحش والنظر إلى ما حرم الله شيء جيد، يجعل حياتك سعيدا بدلا من أن تكون مشتتا هنا وهنا وتنظر إلى هذه وتزني بهذه وتركض وراء هذه. هذه حياة بهائم. طيب الإسلام عندما أمرني بالصلاة، هذا رياضة لي، تزكية لي. أمرني بالإنفاق ليضمن لي السعادة. مساعدة الآخرين شيء جيد، الكلام الخير والكلام الطيب شيء جيد. عندما أحب الخير حتى للملحدين، أحب لهم الخير ولمن يخالفني في الرأي والعقيدة والكذا، أنا هذا أمر جيد، أنا هذا يريحني. عندما لا أحمل في قلبي أي حقد على أحد، هذا يريحني. عندما ينزع الحقد من صدري، عندما أحب للآخرين ما أحبه لنفسي، عندما أقدم نصيحة للآخرين أفرح، أنا ضمنيا أفرح. عندما أجد ملحدا هداه الله إلى الطريق الصحيح، أنا أفرح، لأن طريق الإسلام هو طريق السعادة أيها الأحبة، هو الطريق الذي يمنحك سعادة في الدنيا وفرحا بعد الموت، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أنا أحب أن أفرح. أنا أحب الفرح، لا أحب الاكتئاب والحزن والمشاكل، لا أحب أن تكون حياتي مطمئنة. إذن القضية بسيطة، افهم ماذا يريد الله منك فقط، وتطبيق كل تعاليم الإسلام أمر بسيط، بل هي متعة، متعة. يعني أنا عندما أستمع للقرآن أستمتع، أشعر بشعور رائع جدا، أنسى الدنيا بهمومها الاستماع للقرآن. عندما أساعد إنسان فقير أنا أستمتع، هذا سعادة لي، لأن المال يذهب ويأتي، المال لا قيمة له، هو وسيلة فقط. عندما أقدم نصيحة كما أفعل الآن، أنا ما الذي يدفعني الآن أن أجلس وأبحث وأتدبر وأستنبط بعض النصائح وأقدمها لكل من يسمعني الآن؟ ما هي الفائدة؟ أنني أحب الخير للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعهم للناس، لم يقل أكثرهم صلاة وصياما ومظهرا وكذا، لا، قال خير الناس أنفعهم. أنا قل لي كم استفدت من هذا الشخص، أقول لك قيمة هذا الشخص عند الله. لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان سببا في تبليغنا هذه المعلومات. هو سيد الناس، هو أكثر إنسان انتفع به الناس، هو النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. اليوم 2 مليار مسلم انتفعوا بتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، التي جاهد وبذل جهدا كبيرا في سبيل نقلها لنا. لذلك أيها الأحبة، والله لن يشعر بهذا الكلام إلا من جربه. حاول أن تبتعد عن الدنيا أخي الحبيب، لا تغرنكم الحياة الدنيا. حاول ألا تركن إلى الدنيا، حاول ألا تطمئن في هذه الدنيا أو بالدنيا، وحاول أن تسعى للآخرة. من كان يريد العاجلة، أنت تريد الدنيا، تريد العقارات والمال والمتعة، طيب عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب يعني هل تستحق هذه الدنيا الفانية أن تسلك هذا المصير؟ كن من النوع الثاني. ومن أراد الآخرة، هذا هو الكلام الذي أنا أسعى له، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا من أصحاب الآخرة جميعا إن شاء الله، واهدنا لما تحبه وترضاه، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.